أعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني،
وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Kasadayana dipamrih maos kalimah istighfar kepada maka dua saksi yang memuayan sing kuring mawakilan bahwa